سنوات غياب يأخذهم الشوق والحنين لأرض الوطن، ومن أعالي باخرة تانيت وهي ترسو بميناء حلق الواد تهفو قلوب التونسيين المقيمين بالخارج إلى لقاء عائلاتهم وقضاء العطلة معهم رغم دقة الوضع الوبائي بمختلف الجهات والولايات. عندي عام ونص ما روحتش، دونك السنة قلت كوفيد ولا مش كوفيد أنا مروح على خاطر مشتاق برشا لتونس. برسك عامين نعيشوا في الكوفيد، يلزمنا توا نتعاملوا معاه نعيشوا معاه. عملنا تحاليل وعملنا التيست وفي الباتو ولا ايزون بيان في لاغبولو وفيف لا تونيزي، وحنا هنا عاملين تيست بي سي ار، وعندنا حتى انا ولدي عاملين حتى تلقيح. ما عملت تيست بي سي ار بالكود وكوشي مريق سيبا باسي حات في الباط ويا لي جات باريير. ولمزيد نجاعة البروتوكول الصحي إجراءات جديدة تم اعتمادها في رحلات عودة التونسيين بالخارج، وهي تشمل الباخرة قبل الوصول والفضاء المنائي عند الوصول وفق ما أكده مدير ميناء حلق الواد. اليوم رحلة السفينة تانيت قادمة من ميناء مرسيليا هي رحلة من جملة قرابة 240 رحلة بالنسبة للصيف هذه، ويتم التثبت من وثائق السفر وأساسا وثيقة التحليل الطبي بي سي ار بالميناء الأجنبي قبل الصعود، ويتم كذلك تم إفادة معناها فرق صحية على متن الرحلات، خاصة رحلات الشركة التونسية الملاحة اللي ترافق المسافرين طيلة الرحلة. يصير تثبت في البطاقة الصحية والإرشادات الصحية المتبعة المصاحبة للمسافر، والتحليل البي سي ار نتاعو، وفي بمكان التجاوز المده المحدوده ليه اللي هي 72 ساعه حسب الوجهه نتاعو اللي جاي منها. اذا كان تجاوز، لو كان تجاوز بطبيعه يصير تولي ضروريه معناتها قيام بتحليل سريع. من جهة أخرى يسعى بقية المتدخلين في الفضاء المنائي وتحديدا الديوانة إلى تسهيل إجراءات العبور والتفتيش، وذلك باعتماد إجراءات عملية وتطبيقات جديدة. فما إجراءات تتم على متن الباخرة وهي تخص بالأساس منح رخص الجوالين للعربات والتسجيل للسيارات على جوازات السفر، هذه نقوم بها على متن الباخرة من ابتداء من ميناء القدوم، عندنا ميناء مرسيليا ولا ميناء جان. ويذكر أن النشاط المتعلق برحلات التونسيين بالخارج لهذا الموسم شهد ارتفاعا بنسبة 10% مقارنة بسنة 19 و2000.